السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكلم لكم عن فيدورا اكس اف سي اي. هذا هو السبب باختصار اللي خلاني اني اتاخر ما انزل دروس، انه نزلت الابونتو 12.4، نزلت الابونتو 12.4 ما تستحق انني نتعب. المهم ما تستحق صراحة الضجة اللي سووا لنا، يعني به مشاكل مع احترامي. عموما لا حد يجي دافع عن ابونتو، انا ابونتاوي خلاص. انا نزلت فيدورا الحين، بجي اعطيكم مقدمه او شيء عن الفيدورا، وش اللي لقيته بالفيدورا. طبعا فيدورا قديم اصلا، مو بني انا اللي اشرحه، لكن اصدار 16 استخدم واجهه اكس اف سي اي، لذلك ما راح تشوفه الا تطبيقات اكس اف سي اي. بقارنها شوي بالاوبونتو، وراح اتكلم مباشره. ندخل اول شيء على بعض الاوامر بالتيرمينال بالاوبونتو. طبعا السوده موجود بكل توزيعات لينكس، لازم تركبه اذا كان مو موجود. بالابونتو احنا تعودنا على الابت جيت انستول، هنا راح نستخدم YWYUM وتكتب اسم البرنامج اللي تبي بعد انستول جيمب، لاني انا محتاج جيمب فما ركبت جيمب للحين. اوكي دخل مكسري. اوكي هذه طريقة تركيب برامج على الفيدورا بس على السريع. طبعا راح ندخل على التفاصيل الحين الجاي. البرامج اللي جاي مع الفيدورا جاي من الواجهة هذه، شيء طبيعي راح يجي ثنر لانه يستخدم اكس اف سي. شيء حلو جدا انهم حطوا لي كلاوز ميل او كلاوز ميل، تمام، شيء يعني خرافي بصراحة. استخدمه انا برنامج بسيط جدا، لكن يعني فيه مميزات ماكسمايز، فيه مميزات حلوة مثل ما انتم شايفين. البرنامج سريع، في مزيد تقسيم، يعني بين بقولكم انا ما احتاج تقويم انه يطلع لي بالبرنامج، انا ما ابي الا اقرب بريد. في برامج ثانية لكن كلاوز اعتقد انه هو يعني يعتبر المحترف البسيط، هذا هو. نروح نشوف وش موجود عندنا بعد. طبعا البرنامج طلع متخربط لانه تسكرت بطريقة غلط تو. نروح نشوف وش عندنا موجود بعد. طبعا فايرفوكس سيتنجز كلها اكس اف سي، ما في شيء معين. ادمنستريشن ادد موف سوفت وير، هذا اللي هو السوفت وير مانجر الخاص بالفيدورا، من هنا ترك البرامج. عندنا اللي هو الفاير وول، بصراحه انا يخوفن ما احب اشوف شيء اسمه فاير وول قدامي، لكن اعتقد نزل الفاير وول بسبب انه التوزيعه مركب عليه بروتوكولات شبكه كثيره، فممكن تعرض للخطر، يعني من ضمن البروتوكولات اللي هو SSH، تمام. لذلك الافضل انك تستخدم رقم سري معقد هالمره، بسبب انه ممكن حتى يدخل عليك اذا كنت مستخدم اللي هو SSH، اذا جاب الاي بي حقك وخمن رقم سري ممكن يدخل. عموما ما تخافش يعني لان الفيدورا فيه اللي هو هذا خاص بالتنبيهات، فلو احد دخل راح يعطيك تنبيه انه في شيء صاير. طب ممكن تعطل هذا، ممكن تفتحه، هذا خاص بالاخطاء اللي تطلع بالنظام، خاص بالتنبيهات كل شيء. يعني لو دخلت رقم سري او احد ثاني من المستخدمين دخل رقم سري، بالنسبه لي جهازي الحين فيه تقريبا 4 مستخدمين، 3 على الطرفيه ما ادخل عليهم واجد، لكن في 3 اجهزه على الطرفيه، فلو دخل احد الاجهزة هذه من الطرفيه راح يطلع لي تنبيه انا هنا يا ابو الشباب ترى في احد دخل. لذلك ما اعتقد انه، لكن المشكله اذا كنت ما تبع الجهاز ممكن تعطل البروتوكولات هذه وتستريح ترى، عشان نخلي عنا الخوف. فخلونا نكمل نشوف شو عندنا. الكيبورد لانجويج سوفت وير ابديت، طبعا هذا شيء مهم. تشوف اذا في تحديثات جديده. اكسسوارز، ما في برنامج معين خاص بالفيدورا او الفيدورا اضافوه، كلها برامج عاديه. ادكيشن جيمز جرافيكس، طبعا تو نزلت الجيمب. في البي دي اف فيور، وفيه تعرض صور جاي مع بيجن. برامج الاوفيس جاي مع الاي بي اي وورد، وجاي مع كلاوز، وجاي مع اللي هن جنومريك، وجاي معه اللي اورنج او اورنج كالندر اورنج جلوبال تايم. الليبرا اوفيس موجود بالمخازن، ممكن تنزله. عندنا بعد بروجرامينج جاي معه جيني، خاص للمبرمجين طبعا، هو اسرد نص لكنه متقدم شوي. ساوند فيديو طبعا بتكلم عنه الحين، جاي معه اللي هو جنوم بلاير الميكسر اللي خاص بالالسا، وجاي معه بولس اوديو. بصراحه اذا احد عنده طريقه يريحنا من البولس اوديو واستخدم ألسا لحاله، او اي برنامج ثاني يستخدم بدون بولس اوديو، بصراحه انا يعني اقدس الشخص هذا، لاني ما ابي البولس اوديو مسبب لي وجع راس. يجمع اللي هو بارل برضه، هذا مشغل بساط حلو.
اذا كنت من النوع اللي مثلي تحب استخدم اشياء كلاسيكيه. اذا كنت ما تبي اشياء كلاسيكيه راح انزل فيدورا كي دي اي سيستم. في هنا دوكت اوتوماتيك ريبورت تو رجعت للشرح اللي هو وين وصلت. هنا وصلت عند السيستم في اوتوماتيك باج ريبورتينج تول. فلو عندك مشكله معينه مثل ما انت شايف لو في مشاكل بالنظام راح تطلع لك انه هذه المشاكل ممكن تسوي له ريبورت تقرير. بعض المشاكل متكرره فيقول لك هذا حله. بعض المشاكل ممكن تكون جديده او عندك انت بس بسبب انك تستخدم اعداد معين فتنحل لك ان شاء الله. سيستم في الاوراكل ممكن تنزله بالمناسبه يعني. بس طبعا سلامتك مو موجود تلقائي يعني. انا ركبته بس بشوف سلامتك ما يشتغل زين اعتقد. لا نزل ما ادري ايش قصته بصراحه. لكن بعد ما تنزل الفيدورا مباشره في برنامج اسمه فيدورا يوتيلز طبعا مشهور ابحث عنه بالجوجل راح يهيئ لك الشغل على الفيدورا. بعد ما تركب الفيدورا في هنا اشياء ممكن تضيفها انت essential tweaks and tags. ممكن من هنا تنزل كوديكس كامل وبرامج مهمة لك تمام. ممكن تنزل هنا اذا كنت تستخدم واجهة جنوم في شل اللي هنا الشل extensions اضافات للواجهة. في عندك اضافة برامج اضافية اذا كنت انت مثلا تبي تستخدم تيم فيور مثلا. خلونا ننزل سكايب نزلته انا هذا نزلته وهذا ما بيه تمام. خلونا ننزل اندرويد SDK تمام. فحاب انزل الاثنين هذول. طبعا اندرويد ما راح انزله الحين راح ياخذ وقت اطول من الطويل. لكن لاحظ راح يبدا يشتغل لك هنا. حلو البرنامج في بعض المشاكل يحل لك بسرعه اذا كانت يعني مشاكل عامه. بالنهايه واين طبعا واين نزلت عن طريق اليوتيل اسم ما جاء مع الواجهه. تقريبا انتهيت. هذا الفيدورا تستحق التجربه تستحق انك يعني اذا كنت حاب تستقر. اذا كنت حاب جماليات وكلام هذا راح للابونتو. باختصار مقارنة الابونتو بالفيدورا فاشلة لان الابونتو فيه مميزات موجودة بالفيدورا والعكس. لكن الفيدورا اذا كنت حاب انك تستقر وتطول راح للفيدورا. اذا كنت مستخدم مبتدئ او جديد او ما تبي توجع راسك راح للابونتو لان الفيدورا الظاهر انه موجه اول للمحترف فقط. شكرا متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.